هلا والله فيكم، انا ليث رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم يا جماعه احنا بلعبه ماينكرافت، واليوم راح نجربها بمود تي ان تي ماستر. المود عباره عن تي ان تي متنوعه، واليوم راح نجربها ان شاء الله. بس قبل ما نبدا، مشاهده ممتعه للجميع، ويلا نبدا. بسم الله، راح نبدا معنا شويه انواع من التي ان تي. راح نجرب اول تي ان تي اللي هي تي ان تي كولابس. زي ما انتم ملاحظين تي ان تي كولابس انه فيها معبى الوان، يعني شوفوا كيف ازرق اخضر على احمر على اصفر على بنفسجي على احمر على زهري، يعني فيها كثير كثير الوان. فراح نجربها معاكم وشوفوا كيف شكلها، شكلها جدا اسطوري. يلا نشغلها نشوف شو راح تطلع لنا. وشوفوا كيف طلعت لنا قوس قزح حواليها، تمام الوان الطيف السبعه. يلا خلينا نشوف ايش بيطلع فيها. اوه تفجيرها حلو حلو، يعني انتم متخيلين هاي لسه اول قنبله. شوفوا كيف التفجير تبعها، تفجير جدا اسطوري. اتمنى انه باقي التي ان تيات يكون نفس الانفجار زي هيك واقوى شوي. خلينا نجرب التي ان تي اللي بعدها، وهي سبيتلر تي ان تي هاي، او سبيلت تي ان تي. شوفوا فيها طلعوا كيف شكل التي ان تي هاي، يعني هي عباره مش عن بلوك، هي عباره عن يعني انتم فاهمين قصد كيف، زي الديناميت بالضبط، يعني مو بلوك، يعني اقل من البلوك بنقدر نقول. فخلينا نشغلها بسم الله نشوف ايش راح يطلع لنا فيها. نضغط هنا على الفلنت، بس شوفوا كيف شكلها غريب. يلا هسه راح نشغلها، نبدا نضغط هنا ونشوف ايش راح يطلع لنا فيها، ونشوف هل انفجارها قوي او انفجارها ضعيف. والله انفجارها هاي اغمق شوي من اللي كانت قبل. طلعوا كيف انفجارها جدا اسطوري بصراحه، يعني راح يكون معنا كثير تي ان تيات راح نجربها. فهسه راح نشوف التي ان تي اللي بعدها، واللي هي ستيكي تي ان تي. مش عارف شنو هاي بالضبط التي ان تي، بس انه عليها ماده خضراء. اذا انتم ملاحظين ماده خضراء بتنزل منها، يعني شكلها تي ان تي نوويه او هيك اشي. طلعوا كيف عليها العلامه او عليها تمويهات لونها اخضر، وقاعده تنزل فيها زي المي او الاشعاع. فهسه خلينا نشوفها ونوريكم اياها. طلع كيف شكلها التي ان تي هاي، وهسه خلينا نولعها. طلعوا عليها كيف وهي بتولع، شكلها غريب. خلينا نشوف. اوه انفجارها طبيعي، فكرتها راح تعطينا اشعاع نووي وراح تعمل كثير شغلات وهيك اشي، بس انفجارها طلع طبيعي، يعني ما توقعتش هيك بصراحة. يلا ما علينا، راح نجرب التي ان تي اللي بعدها، واللي راح تكون التي ان تي لافا، ونشوف ايش راح يطلع لنا فيها. وشكلها حلو كلافا، هي تي ان تي لافا. طلعوا كيف شكلها، يعني عليها برضو تي ان تي وعليها لافا من فوق، يعني على شكل كوب او هيك، وعليها شوية اسلاك وهيك اشي. خلينا نولعها. طلعوا كيف بتكبكب نار، طلعوا عليها بتكب فيك نار. أوه. شو صار؟ معقولش اني حركتها اختفت التي ان تي، لان التي ان تي مش موجودة. وين التي ان تي راحت؟ ولا هي هاي التي ان تي بس ليش مخفية؟ انا ما بعرف بصراحة انا شو عملت. فنرجع نرسبنها ونرجع نشغلها، لانه يمكن انا عملت اشي في التي ان تي وخربتها وهيك. لا معناها التي ان تي بتشتغلش، ما بعرف شو السبب. ممكن تشتغل بأماكن ثانية أو المكان اللي أنا فيه غلط وهيك، فما بيخلي إنه التي إن تي تشتغل. فخلينا نجرب التي إن تي اللي بعدها، واللي هي التي إن تي ووتر. هي نفس الشي، يعني بتشبه التي إن تي لافا، بس هاي ووتر، يعني راح تكب حوالينا مي، وعليها كثير شغلات. إنه راح تكب مي، أتوقع المي راح يكون جواتها سمك، يعني راح تكب مي وهيك. فيها برضه تي إن تي وسلاك وهيك. شوفوا كيف شكلها حلو. هسا راح نولعها ونشوف. وبتكب مي كمان، الحلو انها بتعمل افكتات حلوه، بتكب ماي ويك. وبرضه هاي ما انفجرت، ما بعرف شو السبب بصراحه. هل معقول في اشي يعني في المود، او انه انا متخربط بالمكان اللي مشغل فيه التي ان تي وهيك اشي. فهسه خلينا نجرب التي ان تي اللي بعدها، واللي هي بفيجن هاي التي ان تي. شو هي بتعمل؟ طلع عليها كيف التي ان تي هاي، يعني شكلها غريب. طلع عليها كيف، يعني راح نجربها معاكم اليوم. طلع عليها والله شكلها اسطوري، يعني عليها سلاك وعليها كثير شغلات وعليها خيط من فوق، فلونها زهري وهيك. فهسه راح نولعها ونشوف شو راح تعمل وشو راح تعطينا من الانفجارات اللي مطلوب تطلع. وبرضه هاي ما انفجرت، والله ما بعرف شو المشكلة، المفروض تنفجر بس للأسف ما انفجرت معانا هاي التي ان تي. ما بدي شو السبب، يمكن في اشي غريب في المود، او ان المكان اللي انا حاطه فيه غلط. فمش مشكلة، راح نبدأ في ان تي اللي بعدها، واللي هي تي ان تي وورد. ما لحقتش اقرا الكلمة بس مش مشكلة، خليني اورجيكم التي ان تي هاي. طلع عليها كيف شكلها اسطوري، برضه حجمها كبير. اذا انتم ملاحظين انه حجمها اكبر من البلوكة، وكثير حجمها كبير، وعليها علامة تعجب لتحت، ولونها اخضر ومخطط هيك شغلناه. تعالوا شوفوا كيف انفجارها راح يطلع. يا رب انفجارها يكون قوي، يا رب يطلع لنا اشي فيها حلو. يا رب شوف شو راح يطلع لنا. يعني فكرة هي هيك طولت، يمكن راح يصير في انفجار عالي او اشي، ف
فراح نستناها شوي لعند ما تنفجر. اوكي انفجرت، طلعوا الانفجار هذا هائل جدا، انفجارها بصراحة قوي، ما توقعت هيك. التي ان تي هاي فعليا فجرت المكان هنا بالكامل، طلعوا كيف انفجارات وغمق تقريبا 5 بلوكات او اكثر بشوي، بس التي ان تي هاي اثبتت جدارتها بصراحة. فخلنا نيجي هنا نجرب التي ان تي هاي اللي هي فاير تي ان تي ونشوف شو راح يطلع لنا. واضح من اسمها انه هي راح تطلع لنا نار وهيك اشي. يلا خان بسم الله، خان نشغل التي ان تي فاير هاي، طلع كيف لونها برتقالي ومكتوب عليها تي ان تي فاير وعليها خيط من فوق. ويلا هسه راح نشغلها، بس بنورجيكم فيها يعني شان اعمل منها لقطات معينة ممكن استخدمها وهيك. يلا هسه نشغلها، شوفوا كيف النار اللي بتكبكب منها، النار اللي بتكبكب تي ان تي فاير ولعت المكان. شوفوا كيف المكان مولع، يعني مكان اسطوري وعليه نار. اهم اشي النار هاي انه حلوة، بس انه يا ريت لو كانت انفجارها اقوى من هيك ونار اكثر من هيك، فمش مشكلة يعني كونها تي ان تي فاير بسيطة والمود جديد فما راح نحكم عليه مباشرة. فبسم الله راح نبدأ في اخر انواع من التي ان تي ونشوف ايش هن بالضبط. خلينا نحط هاي التي ان تي ونحطها، شوفوا كيف شكلها. التي ان تي هاي جواتها 4 تي ان تيات او ديناميت فوق بعض، طلع عليه كيف 3 قنابل يعني محطوطات على بعض وبنفس الخيط، مكتوب عليهن حرف الاتش يعني زي ما انتم لاحظين. طلعوا كيف، هنشوف شو هي، يا رب يطلع لنا فيها اشي حلو، يا رب يا رب يطلع لنا اشي فيها حلو، يا رب تفقع انفجار قوي وهيك. متحمس اشوف هاي شو احتمل، والله انفجارها طلع قوي مع انه هي صغيرة، بس والله يعني بتستاهل هالانفجار، يعني كقنبلة صغيرة او تي ان تي صغيرة تستاهل هيك انفجار، يعني ما راح اقول لا. ففيها انا الدجاجة، خلينا نجرب عليها الحبكة هاي، بس قبل ما نشغل تي ان تي هاي نشوف شو هي هاي التي ان تي. تي ان تي عليها برضه علامة يعني معينة اللي هي اتش بس بطريقة ثانية، فمو مشكلة. طلعوا كيف شكلها، لونها اصفر على ابيض وفيها سلاك وفيها ساعة مؤقتة من فوق اللي انتم ملاحظينها، يشوف الساعة المؤقتة عليها وجانبها الدجاجة. هل الدجاجة راح تموت او لا؟ يلا يا دجاجة لا تهربي، لا تهربي يا دجاجة لا تهربي، بدي اياك تنفجر من القنبلة. والله الدجاجة طلعت شاطرة، بس المهم شوفوا انفجارها، انفجارها مقبول وهيك. طلعوا كيف انفجارها، انفجارها حلو ومقبول، يعني ما بنقدر نقول لا. فتعالي يا جاج انا راح اورجيك، يلا تعال تعال تعال. ايوه موتي يا جاج، بتستاهل الدجاجة بصراحة، المفروض تموت من اول لانه مش عارف شو اللي جابها في المنطقة اللي انا بشتغل فيها في القنابل والتي ان تي. وحنجاب التي ان تي ميجا، هاي جربناها، لا لا مش هاي ميجا، وحنجاب الثاني اللي هي التيمات تي ان تي ونشوف ايش في. طلعوا كيف مكتوب عليها رقم 3 باللاتيني وعليها برضو ساعة انفجار او منبه للانفجار او ساعة مؤقت. طلعوا كيف شكلها، يعني لونها اصفر وهيك، فنشوفها برضو من ورا، طلعوا عليها برضو، هنشوف نولعها وايش راح يطلع لنا فيها. يا رب انفجارها يكون برضو هاي قوي لانه حجمها يعني كثير كبير، نشوف شو راح يطلع لنا فيها. يلا انفجري، شو بتستني، يلا انفجري. اوكي انفجارها والله انفجارها كبير، طلعوا انفجارها وصل تقريبا فوق 20 بلوك، طلعوا كيف فجرت كل المكان اللي حواليها والتحتيها وعن بعيد وعن قريب. فعليا هاي تي ان تي كثير قوية، يعني ما شاء الله بصراحة، يعني تي ان تي هاي ابهرتني، في عندها انفجارات جدا قوية يعني ما توقعت. نبدأ في اخر تي ان تي واللي هي تي ان تي لانشر. التي ان تي لانشر طب خلينا نبدأ فيها، مش عارف كيف بدي اورجيكم اياها لاني حطيتها جنب بلوك فغلط، فالمفروض اروح مكان ثاني واورجيكم اياها بمكان فارغ وحواليه وهيك شيء. طبعا كيف شكلها التي ان تي، هسه خليني اورجيكم اياها، بس مشكلتها انه التي ان تي هاي ما بتشتغل، ما بعرف ليش بتشتغلش، يعني شو السبب ليش بتشتغلش عليها، برضه ليزر من فوق، شوفوا كيف الليزر، اوه الليزر حلو، بس انه ليش بتشتغلش التي ان تي هاي، مش عارف بصراحه ليش بتشتغلش هاي التي ان تي، بس الله اعلم ليه بتشتغلش، ممكن لها فايدة معينة بس انا بعرفهاش وهيك اشي. فالى هنا يا جماعة وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اتمنى هذا الفيديو يعجبكم. اليوم جربنا مود التي ان تي ماستر التجريبي، بصراحة المود عجبني بس جواته شغلات غريبة زي التي ان تي هاي الوراي، مش عارف ليش بتنفجرش وهيك اشي، وفي تي ان تي برضه ما اشتغل ما بعرف ليش. وبس كان معكم ليث جيمنج 0000 ومع السلامة.